السلام عليكم خواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير واخيرا رجعت لكم بفيديو جديد. خواتي ان شاء الله اليوم غادي نديروا الصابونيه بالاعشاب. انا هنا حكيت الصابونيه بالكركم والصابونيه البنات عاديه بدل الفانيلا. انا خديت هذا الماركه هذا البنات، ها هي، وهذا البنات ديال الكركم. اذا انا حط عليهم انا البنات واحد كلاص ديال الماء سخون، راه سخون هذا البنات، واللي عنده ما يتورد حط ما يتورد. غادي نزيد شويه البنات، خاص الماء يغطيه. الا ما كنتيش ماشي مزروبه فحطي ما يتورد. انا بالنسبه لي انا مزروبه، غادي نحط غير الماء سخون بحال هكا البنات، وغادي نحركو شويه وغادي نخليه يرقد واحد 5 ديال الدقائق بحال هكا، وغادي نرجع لكم نشوفوا شنو الاعشاب اللي غادي نحطوها. غزاله البنات، هاد الصابونيه تتوحد لينا الجسم، تتفتحوا وتتحيد لنا البقع، طبعا مع استمراري في العنايه بالبشره. هنا يا خواتي غادي نكبها كامل هاد الصابونيه في الخلاط، نعملو ميكسر فحطوني البنات. انا غادي نمشي نخلط بحال هكا، نمشي نخلط ونرجع معاكم. هنا خواتي طحنتها، راني نقص منها، شوفوا ما شاء الله راه عطاها بزاف. المهم خواتي شوف العشب اللي غادي نحط فيهم دابا. انا هنايا درت معلقه ديال الشوفان، وهذا البنات الصندل الاحمر، ومعلقه البنات ديال العدس الاحمر، هادو كلهم معلقه معلقه، وغادي نحط هنايا. نزل خواتي وغادي نضيف عليهم معلقه ديال الورد، الورد الجوري، ها هو. حنا هذه الصابونيه قلنا نديرها بالاعشاب، وغادي نحطوا فيها واحد المكون البنات خواتي روعه روعه ممتاز، خصوصا الناس اللي عندهم البنات هذوك الشراط البويض، فاش وحده تتمثل فاش تكون غليظه وتضعف تيخرج لها دوك الخطوط البيضاء او الحمراء، تحطها البنات لسان ديال البحر، والطحين يكون هادشي كله مطحون مزيان ومغربل، راه غزاله البنات، ولكن هادشي كله مع المداومه. طبعا ما غاديش يخرج لك من اول يوم او ثاني يوم، خاصك تداومي عليه وان شاء الله تحصلي النتيجه اللي تحبيها. ونزيد عليهم معلقه ديال الاكليل الجبل مطحون، وغادي نزيد عليهم خواتي السدر حتى هو معلقه. والبنات لو عندكم الودعه حطوا حتى هي البنات معلقه، غادي تشوفوا واحد النتيجه زوينه وغزاله البنات. هاد الصابونيه البنات بالاعشاب راها ممتازه البنات، خصوصا دابا بدا الصيف اللي بغات يعني تسبح بسرعه وتعوم بسرعه، مابقاش الوقت دير هاد الصابونيه. هذه معلقه ديال الرز مطحون، باقي اخر حاجه وحده غادي نضيفها معاكم، وغادي نضيفو خواتي الحمص. ما تكثروش البنات من الرز لانه تيطلق الماء، حطوا غير معلقه معلقه، ما تكثروش بزاف بحال هكا خواتي. انا غادي نمشي نطحنو ونرجع معاكم. هانتو خواتي راه جاهزه، بس انتم احسن تحطوا الاعشاب مع الصابونيه لان تقلت عندي، حطوا كلشي مره وحده. شوفوا ما شاء الله وريحه البنات زوينه هكا. وهذا اللي كان هنا عندنا حتى هو غادي نضيفوه. بالنسبه لخواتي واحد الخطوه هنا اللي بغيتي ديرها، ممكن تزيد حتى الزيوت او الزبدات اللي كانت عندك متوفره في البيت. انا غادي نخلط هادو وبعدين نرجع معاكم. إذن خواتي هذه هي الصابونيه، بغيت نقول لكم خواتي احتفظوا بها، خلوها في الطاسه وغطيوها واحتفظوا بها في الثلاجه البنات. فاش بغيت تهزوا تهزوا بالمعلقه وتبقى البنات في الثلاجه بحال هكا، وتحافظ البنات 15 يوم. فيما تبغي ديري حمام مغربي تستعمليه، وبالصحه والراحه. ما تنساوناش خواتي اللايك واشتركوا في القناه اللي كنتي اول مره تشوفي قناتي، وشكرا لكم.